تفضل. زبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، ضيفة برنامج الموعد السياسي. دائما يقول لك الجماعة العربية هم العرب اتفقوا على أن لا يتفقوا، يبقوا خمس دول عندهم حق الفيتو دائما، وكل دول العالم الأخرى مقصية. بينت الدبلوماسية الجزائرية بلي الدبلوماسية محترفة وقوية ونالت يعني احترام العدو قبل الصديق. خاطر ما عندناش الحق نمسوا بقيمة وشرف رئيس الجزائر. هل المقاطعة تخدم مصلحة البلاد؟ هل المقاطعة تحسن في أداء الحكومات المتعاقبة والحوكمة وتغيرت الحوكمة في بلادنا؟ نقولوا لا. مواضيع سياسية وطنية ودولية للنقاش. أنا رغم أني ترشحت وأعلنت أني على الترشح وأبقى منفتحة، إذا كان هناك إجماع حول مترشح توافقي أنا مستعدة أتنازل المترشح التوافقي. يعني أكثر من هذا مش تحبني نقول أكثر؟ طبعا أنا التوجه تاعي ديمقراطي سوسيو ليبرالي، دولة قانون، دولة الحريات واضحة، ولكن كاين مشتركات اللي نقدروا نلتقي فيها مع أطراف أخرى، ما كان حتى مشكل. بومدين كي توفى ربي يرحمه كنت أنا سنة ثانية حقوق في قسنطينة، بكينا عليه، بكينا، أنا بكيت. تتابعونه سهرة الجمعة تمام 10 مساء على قناة الوطنية.